شرف ليا لما البس لبس شغلي وبطلع اشتغل بيه، بحس اني مبسوطه جدا. في ناس بتقعد تقول لي يا ولد يا بنت، قاعده تتريقوا كده عليا، بس انا مش فارق معايا كلام. انا حابه شغلانتي، حابه شخصيتي، حابه لبسي، حابه امشي في الشارع، لا ببقى مكسوفه من حاجه ولا اي حاجه، بالعكس بفخوره جدا. انا اسمي هاجر اشرف وشهرتي استاذه زلطة، عمري 21 سنه. انا في شغلي زلطة لكن في بيتي هاجر. بحب البس، بحب احط ميك اب، بحب اخرج، بحب اعمل اللي انا عاوزاه في بيتي، لكن بره بيتي في شغلي الاستاذه زلطة. زلطة دي لقب بابا طلعه عليا من زمان، من صغري لما نزلت الصنعة وبدأت ان انا احط ايدي في شغلانتي، ان انا امسك سكينة عشان الناس تعرف ان انا ولد مش بنت، بحيث ان حدش لا يضايقني ولا حد يتكلم معايا. احنا بيجينا شغل في القاهرة، المهندس بيتصل بينا بيقولنا في شقة في مكان كذا، بنروح نبص عليها وبنكتب طلباتها وبعدين نبدأ شغل. مثلا بداية بنروح نأسس، بنروح فترة كعشر أيام وبعدين نرجع البلد أجازة ألمانيا، وبعدين نروح تاني ده الفينش الأخير بتشطيباته بكل حاجة ونسلم المفتاح ونرجع. الرجالة اللي بشتغل معاها كهم أصحاب بابا، هم اللي مربيني من صغري، من صغري، من أنا عندي 7 سنين في وسطيهم. لكن مفيش حاجة في الصعيد إني أهتم بيها أو إن هم يتكلموا عليا أو إن أنا هعمل حاجة غلط يتكلموا عليا، لأ خالص، بالعكس هما بيشجعوني وبيحبوني جدا، ويعني بيخليني اعمل حاجات، برضو كلامهم بيقويني، مش اني حد يكسرني الكلمه، لا. انا ايدي اتقطعت من 4 سنين، اتفصل الكف عن مكانه، صوابعي من الكفيه كده اتفصل ده عن ده، فما كنت يعني رحت المستشفى من غير ايد. الأربع صوابع دول اتشالوا خالص تماما. تاني حادثة، أنا وقعت من الدور 11، من 11 للـ9، كنت شغالة على برميل وحاطة لوح بولتي، فكنت شغالة في بلكونة مرتفعة وكان تحتيها أرض زراعية، فالبرميل من الهواء، ما كانش فيه حاجة قدامنا خالص، هي أرض بس، فمن الهواء اللوح قلب فراح بطيرني تحت، فأنا حاولت أمسك في تكييف، مسكت فيه راح يعني كهربتي مطيرني للدور الارضي في وسط زرع كده، بس رحت المستشفى ما كانش فيها حاجه. مامتي كانت بتضغط عليا ان انا اقعد في البيت، اقول لها لا انا حابه شغلانتي، كنا بنتخانق مع بعض. لو انا شايفه اني حاولت اتاثر فيا فانا هقعد في البيت. برجع من سفري، اهلي بيوحشوني جدا لما ببقى مسافره، فلما برجع بقضي شويه وقت معاهم، بعمل معاهم اي حاجه، بساعد مامتي، بحب اهزر معاها، اضحك معاها، اطبخ معاها، اعمل لها التورته، بحب اعمل اي حاجه عشان مامتي واهلي، اغلى حاجه عندي. اعمل شركه صغيره على قدي واكتبها هاجر وباباها او الاسطى زلطة، شركه الاسطى زلطة للنقاشه والديكور.